بقالي الحمد لله 4 5 تمرينات بتمرن الحمد لله، و يعني الحمد لله جاهز باذن الله يعني المباراه القادمه ان شاء الله. المباراه اللي جايه حضرتك ناكري يوم السبت، لو وقع اختيار مستر كارتلون عليك تكون جاهز ان شاء الله؟ والله ان شاء الله يعني انا بتمنى اكون موجود طبعا، لكن اي حد فينا اي حد الفريق كله مدرك وعارف اهميه المباراه يعني، فاحنا كلنا مركزين اذا كنت انا موجود او مش موجود. الماتش ده مهم جدا جدا في مسيرنا ان شاء الله للبطوله باذن الله يعني. مباراه كبيره ومباراه مميزه، والاهلي في البطوله الافريقيه هو الاهلي في بطوله الدوري يبحث عن الفوز فقط. طبعا لا، هو النادي الاهلي معروف يعني على مر العصور، مش الفتره دي يعني، على مر العصور كل بطولات النادي الاهلي بيدخلها بيكون مركز ان شاء الله انه يحصد البطوله، فاحنا كلنا مركزين وعارفين اهميه بطوله افريقيا بالنسبه للجمهور الاهلي. هي غايب عن النادي الاهلي بقى لها كذا موسم، لكن ان شاء الله السنه دي باذن الله ان شاء الله. احنا السنه اللي فاتت كنا قريبين جدا يعني فاينل، لكن ربنا ما اردش يعني في عوامل كتير يعني، ربنا يعني ايه، ربنا ما كتبلناش التوفيق يعني، لكن ان شاء الله السنه دي باذن الله نامل يعني ان احنا بنجتهد وبنتعب عشان نسعى جمهور النادي الاهلي وجمهور مصر كله، وباذن الله السنه دي ان شاء الله البطوله تكون في حضور النادي الاهلي باذن الله.